وكان المواطنون قد توافدوا منذ 8 صباحا إلى 8 مساء على مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية 2022 من مختلف محافظات المملكة لأداء واجبهم الوطني في الاستحقاق الانتخابي. نعم سهير، إذن شهدت مراكز الاقتراع إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية، وقد عكس هذا الإقبال الكبير على مراكز الاقتراع النضج السياسي للمواطن البحريني والوعي على أهمية الانتخابات لاختيار ممثليهم في مجلس نوابه والمجالس البلدية. وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت في تمام الساعة 8 من مساء اليوم في كافة مراكز الاقتراع في محافظات المملكة الأربع، ثم بدأت عملية الفرز مباشرة في كافة المراكز العامة والفرعية للانتخابات بحضور وكلاء المرشحين والجمعيات الرقابية، فيما من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات خلال الساعات القادمة. في عرسها الوطني تسابق أبناؤها ليدلوا بأصواتهم من أجل وطنهم البحرين، فمنذ ساعات الصباح الباكرة توافد المواطنون على مختلف الدوائر الانتخابية حتى يكونوا شركاء ببناء وطنهم ورسم ملامح المستقبل القادم. اليومين ندلي بصوتنا في العرس الانتخابي، مساهمين في عملية نجاح هذا العرس الديمقراطي باعتبار نحن شباب بحرينيين، وكسواعد بحرينيين نحاول ان احنا نرتقي باسم الوطن. طبعا اليوم احنا كلنا نشارك في هذا العرس الديمقراطي اللي اسسه جلالة الملك المعظم، واحنا كشباب يعني هذه دورنا واجب علينا طبعا نرشح للافضل والاكفأ، وهذه عرس يعني هذه فيها تطور بحرين وازدهارها ان شاء الله. الحمد لله ان الله بلغني اشارك في هذه الدورة الانتخابية، وكان لي شرف أن أشارك منذ بداية انطلاق المجلس الوطني في 2002، وهذا أحس أنه واجب وطني وفرحة وعيد، ويعني أدعو أنا باستمرار يعني في الجروبات وفي الواتساب إلى الإيجابية، ولازم نكون إيجابيين ونشارك عشان نختار من هو أنسب في تمثيل المواطنين وتبني قضاياهم الهامة. المرأة أنها هي دخلت في وايد مجالات وما شاء الله يعني أثبتت جدارتها في كل المجالات، وصارت المرأة البحرينية واعية باللي يدور حواليها وشنو اللي تختاره الصح واللي بيكون مرشح في الدائرة. صارت المرأة يعني تبحث عن من اللي يركز على قضاياها يعني كمواطنة يعني، وفي نفس الوقت كخصوصية للمرأة البحرينية. الناخبون أكدوا خلال تواجدهم في مراكز الاقتراع على أن مشاركتهم في العملية الانتخابية هو حق كفله الدستور وواجب وطني من أجل مملكتنا الحبيبة. تأتي مشاركة أهل البحرين في العملية الانتخابية لإيمانهم المطلق بأنهم شركاء في المسيرة الديمقراطية، فإقبالهم على صناديق الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى يؤكد على أنهم حريصون كل الحرص على المشاركة في العرس الديمقراطي. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.